السلام عليكم متتبعي قناة أم حسام الأعمال المتنوعة، كديرين؟ لاباس عليكم؟ إن شاء الله تكونوا على خير وبخير. بالنسبة لفيديو اليوم إن شاء الله يكون هو يا واحد الطريقة صراحة الله حتى في العنوان راه مهم، يعني كاين اللي كيقول لهم جدل، كاين اللي كيقول لهم كروشيات، كل واحد شنو كيقول لهم. ديول اللي كيداروا في جلالب أو هكايا قفطان محلول ولا سلهام ولا مهم. انا غنكتب يعني العنوان اللي مديور، وانتم عطوني عناوين اخرى اللي نقدر نحيد هذاك العنوان وندير العنوان الملائم. غادي نحتاجو جوج ديال السلوكه، طول ديال 44 سنتيم. غنحتاجو هاد، انا درت هاد الكرونه اللي عندي، غنحتاجو هاد السنت هادي، من الافضل تكون ديال سنتيم ونص، هادي ديال جوج، غندير بها واحد الوريضه. ها هو تيو هذا. غنحتاج الحرير اللي انايا باغا، اللون اللي بغيت. المهم انايا غادا نوريكم كيفاش نلوي على هذا السلك، كيف ما كنت خدمت شحال هذه معكم على حساب الشوشات. كنحيد واحد، كندير واحد المسافه باش نديرو خيط على 8 ماشي على 4، كنتنيو هكا على جوج تولي على 8. نحتاج هكا نجي نخدم عليها هكا واحد شويه، من بعد نولي نلوي غير هكا. كنحتاجو فيه 44 سنتيم اللي كنحتاجو، وصافي دابا ينفع نقاد غير شويه هذا، من بعد غيولي يمشي ساهل. هادو كيمكن لكم حتى ديال الحزام ديالكم الا خسر لكم ولا شي حاجه، صوبوا روسكم. طريقه سهله، ماكم تاخذوا التيو تاخذوا اللون اللي عندكم على حساب الحزام، وتخدمون بوحدهم بوحدكم وتركبوهم بابره خرازيه. كنعمر التيو ديالي بحال هكا، كيما ياخد لينا شويه الوقت باش يعمر. كاينين دروس قديمه ديال الشوشات، كاين البلديه وكاين شوشات هكا اللي بالسلك. كتعمروا السلك ديالكم كامل، نعمرتي كامل. وغادي نحتاجو اي حاجه، قطيب ولا، المهم انا غادي نلوي على البانسو.
الشيتة ديال الرسم باش نحصل على الشكل اللي انا بغندير معاكم. انا هاد السينتا غندير بها وريضه، نتوما يمكن لكم ديروا اي حاجه، حجيره ولا اللي بغيتو، لكم الاختيار، مجرد فكره فقط. المهم انا غنكمل تمام باش ما نطولش عليكم بزاف، نوريكم كيفاش غادي نعقدو. المهم هذا الشكل هذا اللي درت انا فيه 44 سنتيم، نتوما لكم الاختيار. ان شاء الله مازال غادي تكون دروس حتى في التركي، مازال الدروس في الطرز التركي ان شاء الله. نحاول نزرب، سوجي عامر وحده على وحده. انا غنخدم يعني خصني انا نعمرهم بجوج باش نخدمهم معكم بجوج، لانه كل وحده والدور ديالها، يعني خصهم يكونوا بجوج، ماشي غندير غير وحده فقط باش نوريكم. خصني نخدمهم بجوج باش نوريكم الشكل ديالهم شنو قادره بهم انا. دابا فاش وصلت للاخر نعاود نزيد نهبط واحد شويه هكا، نقطع غير نجي هكا نجي بحال هكا ونعقد، نعاود عقده اخرى بحال هكا. من بعد نجي ناخذ البانسو هادي هنا قبل، يعني باش نبغي ندور غنخلي واحد 3 ديال السنتيم بحال هكا، خلي 3 ديال السنتيم تقريبا بحال هكا، ندلوي على هاد البانسون ونقرب هاد ليات هادو بحال هكا. نلوي كلشي نخلي في هاد الطول هذا اللي كندور فيه غنخلي 8 ديال السنتيم. نشوف انا واش غادي نجي ندير 5 مهم، عندي تقريبا 8. من بعد شنو غندير؟ نجيب بحال هكا بحال هكا بحال اللي كندرس معكم في الشوشه، نجي ندور وحده، نخلي هذه مفتوحه هكا. دابا نجي ناخذ الحرير اللي عندي هكا.
نجي ندور عليه بحال هكا، ندور عليها مزيان باش نشدها مزيان. هادو خصهم يتشدو مزيان بحال هكا، بحال هكا. نجي ندير الإبرة ديالي نركب فيها هادي المرمومة، ناخذ ابره ندخل فيها الحرير وندوروا على هذيك، نخدم بحال كيف ما درت معكم في الشوشات، يعني نثبت الحرير ديالي على هكا. جيو نثبتو مع هاد باش الحرير ما يتخسرش، حتى مع الصابون داكشي ما تخافوش منه، بقى ثابت مزيان. تبتو بحال هكا بحال هكا، شو معاه تقدر الا كانت الصوره شويه هاد المره تمير. المهم بحال هكا بحال هكا، انا غنصوب الاخر نوريكم كيفاش غادي نصوبو وريضه بساتان ونرجع معكم. من بعد فاش كنكمل اللي يعني كندير نفس الطريقه كيف ما درت هنا، غير الفرق بيناتهم هادي كنجمعوا هاد الفراغ اللي خلينا هنا كنجمعها بحال هكا كنتنيوها بحال هكا. هنا تقدروا تزينوا ديروا شي وريضه هكايا هنايا في نفس اللون ديال هذه الخدمه هذه، اولا يمكن لكم ديروا هكا حجيرات كيف ما انا درت هنا. نجيو بحال هكا نجيو حجيرات في يعني نزينوا بهم نفس الحجيرات يكونوا عندنا. هذا بغيت ندير انا هذا الطوال هذا اللي كيعجبني هذا الشكل هذا، ولكن هنايا ما غاداش تجيني تجيني مزاحمه مع هنايا مع هذاك الخطاف الاخر. المهم يعني كتمشيو بهذا الشكل هذا كديروا اللي بغيتو. انا ثبتت هذه كنت مصوبها بالجيلاتين غير سيبور هكا بليزيستراس كتلصقها في الجيلاتين بحال هكا. هذا هو الشكل ديالهم، نتمنى من الله يعجبكم. وبالنسبه للناس لاول مره كيشوفوا القناه ما تبخلوش عليها بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد، وشكرا على المتابعه.